تكنوز تكنوز عسلامة. في تكنوز اليوم نحكيه على إمكانية رست امبورتابل آيفون كيف يضيع. الخدمة هذه أتاحتها جوجل للمستخدمين متاحة بعد ما كانت متاحة لتليفونات أندرويد أكهو. ووضح سيت The Next Web اللي جوجل حطت على ذمة مستعملي iOS الخدمة هذه بمناسبة مرور عام اللي توجدت بعد ما كانت مخصصة لتليفونات الأندرويد. الخدمة هذه توفر ميزة هامة باش نلقاو التليفون الضايع وإلا المسروق وإلا على الأقل تسكر كل ما هو بيرسونيل موجود في التليفون كيما تصاور لي فيديو إلي دوني بانكار. شركة جوجل أعلنت إنه حول العالم حاليا فما مليار شخص بدأوا يستعملوا في الخدمة هذه اللي بالإضافة إنها تنجم تلقى لك لو بورتابل الضايع تنجم زيدة تحمي لي كونت بيرسونيل انريجستري. وقالت زيدة اللي على قريب باش تولي الخدمة هذه موجودة بمجرد إن نكتبوا لقد أضعت هاتفي على جوجل وباش نستعملوها لازم جوست ندخلوا للروبريك مون كونت وين نجموا نلقاو ونتبعوا الايفون الضايع وإلا المسروق. تكنوز اليوم وفيت نتقابلوا غدوة باي باي. تكنوز تكنوز Close.